أولى محطتنا سلماء الصباحية رح نحكي عن التراث والثقافة لجانب الفكر والتاريخ والفن بأنواعه الراقية. كل هي المكونات اجتمع رواد السوريين لتكوين أنشطة ثقافية ومتنوعة على مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون وكثير من الأماكن الثقافية في سوريا. واليوم مع بداية العام الجديد لابد أنه نستذكر تفاصيل مهمة من الأنشطة الثقافية يلي كانت بعام 2022 وأيضا نطلع على عام 2023 والأنشطة الثقافية يلي بيحملها. يسعدنا اليوم أن يكون معنا الأستاذ ملهم الصالح وهو الإعلامي والناشط في المجال الثقافي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. بداية كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. ينعاد عليك يا رب. يعني خلينا نقول في عنا كان عدد كبير من الأنشطة الثقافية والفنية اللي كانت متواجدة طيلة هذا العام. إذا فينا هيك نمر على أبرز هاي الأنشطة وخصوصا أنه حضرتك كمان كنت مرافق عدد كبير من الفنانين والكتاب خلال هذا العام بندوات خاصة أيضا. نعم الحقيقة أول شيء إن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين يعني هاي الوقفة اللي نرصد ما قدمته الثقافة السورية في هذا العام وقفة يعني نبيلة وتستحق الثقافة الحقيقة يعني كمضمار من مضامير المشهد السوري أن يعني يتم الوقوف عندها. الثقافة في سوريا اليوم هناك الحقيقة موزعة نتاج الثقافي ما بين المؤسسات الحكومية وما بين أيضا القطاع الخاص إذا جاز التعبير وما بين المجتمع المدني. أبرز الجهات في القطاع الحكومي وزارة الثقافة، اتحاد الكتاب العرب، من أبرز مثلا الجمعيات المدنية أو الأمانة العامة السورية للتنمية أيضا أو الأمانة السورية للتنمية أيضا. من هناك الكثير الحقيقة يعني من الهيئات أو المنظمات أو المؤسسات الحكومية التي تنفذ أو تنتج هذه الأنشطة أو الفعاليات أو الاحتفاليات. لا شك لنكن يعني كغيور وكمحب يتحدث عن واقعه، لا شك أنه الثقافة يعني كباقي العديد من القطاعات السورية هي قطاع مأزوم بالتأكيد، يعني بعد 12 عام من الحرب ومن الحقيقة الحصار ومن يعني شتى الصنوف التضييق والخانق، يعني حتى باتت المسألة مسألة وجود. لذلك الفعل الثقافي اليوم هو فعل مقاوم بالتأكيد تجاه الوجود، تجاه الحياة، وتجاه أن لا يسلع كل شيء. يعني هو الغاية من كل ما يحدث هو أن نذهب إلى النمط الاستهلاكي وتسليع كل ما يعني وصلت إليه البشرية من تقنيات من علوم وما إلى ذلك. اليوم أن تقفي وتقولي لا ما زلت أنا هنا وما زلت أؤمن بالفعل الثقافي وبأثره، الحقيقة هو بالتأكيد هو فعل مقاوم. من أبرز الفعاليات اليوم الحقيقة ما فينا على بساطة على أي بساطة أي فعالية سنة ننسى أي شيء، على بساطة أي فعالية نقدرها ونجلها، لأنه كل من يقوم بأي فعل ثقافي بالتأكيد هو يعني أحد النبلاء في سوريا والذين يراهن عليهم على عودة سوريا من خلالهم ومن خلال يعني ما يقومون به. اليوم إذا مثلا على سبيل المثال أحد صنوف الثقافة فرضا لنبدأ مثلا بالمسرح، المسرح السوري اليوم يعني هناك ما زال هناك نبلاء يؤمنون بالمسرح على صعوبة وقلة الإمكانيات يعني كبر التحديات، ولكن ما زلنا نرى هناك عروض لأكاديميين يعني موهوبين كذلك ولممارسين، منهم مثلا كان مؤخرا في عرض ديستوبيا على مسرح الحمرة، قبله كان في نقيق للدكتور مثلا عجاج سليم. الحقيقة القائمة تطول، كان في أيضا للعزيز لؤي شانة أيضا أعتقد لعبة الموت. يعني هناك ما زال والمفرح الحقيقة والمبهج أو الذي يدعوك للتفاؤل أنه هذا المسرح ممتد على كل الجغرافيا السورية. نشهد اليوم حتى في الحسكة حتى في بعض المحافظات يعني اللي ما زالت الخدمات فيها
حقيقة شبه معدومة، نشهد بعض العروض أو نسمع عن بعض العروض المسرحية فيها من فرق هاوية، وهذا الحقيقة ما يدفعك إلى الأمل. ما زالت المؤسسات في سوريا، مؤسسات الثقافة ما زالت يعني تنتج الفعل الثقافي ولو هو بالحد الأدنى، ولو هو ضمن الإمكانيات، ولو هو لأنه الحقيقة الصعاب كثيرة. يعني آلمني مثلا من أيام قليلة ونحن نودع العام أنه كان هناك بعض المعارض التشكيلية الجماعية، يعني مو لا فنان تشكيلي واحد، لأكثر من فنان، وكان الحضور لا يتجاوز شخصين أو ثلاثة الحقيقة بالحد الأدنى بالافتتاح. الظرف كتير صعب، أنا ما عم أقول أنه سهل، وخاصة موضوع التنقلات، ولكن الحقيقة الكل الجميل أنه الكل مقدر هذا الظرف، والكل عم يراهن على فعل ثقافي جديد آخر. إذا رحنا من المسرح على السينما، أيضا السينما السورية يعني هذا العام برغم كل التضييق يعني استطعت أن تحصد بعض الجوائز. مؤخرا مثلا شاهدنا العرض الخاص لفيلم الطريق للكبير والرائع الأستاذ عبد اللطيف عبد الحميد، وقد حاز مجموعة من الجوائز قبل عرضه في دمشق، عرض خاص طبعا. ويعني أيضا يعود أيضا العزيز المخرج غسان شميط بفيلم أيضا روائي. والحقيقة هناك مجموعة يعني من الأفلام، مثلا في فيلم لم يعرض بعد، فيلم الحكيم أيضا المخرج باسل خطيب مع الكبير دوريد لحام. إذا انتقلنا إلى الدراما، الدراما بالتأكيد هي فعل ثقافي، وبالتأكيد هي منتج ثقافي. ما تنتج الضجة هذا العام. نعم الحقيقة أعمال قليلة، يعني على قلة الأعمال، يعني هاي السنة مثلا كان تقريبا في 15 عمل حوت السلة الدرامية. كان الأعمال اللي حصدت أو عملت ضجة كسر عظم ومع وقف التنفيذ بالتأكيد، وأيضا على المقلب الإنساني، أيضا على قيد الحب، كان يعني هو العمل الأعمال هيك اللي رجعتنا شوي للذاكرة لورا، تمام، وليدعو للتفاؤل. إذا انتقلنا من باتجاه التشكيل، حكيت عن المعارض، حكينا على أنه في فعالية بسوريا هي السنة، كان موسمها الخامس، هي أيام التشكيل السوري الحقيقة، وكان في يعني معارض لفنانين تشكيليين استطيع يعني باطمئنان ان اصفهم بالعالميين. يعني عندنا مثلا الست اسماء فيومي، ايضا في الفنان الكبير اللي اجى من فرنسا ليعمل المعرض حمود شنتوت، وايضا مؤخرا كان في معرض مهم جدا لاحد رواد التشكيل المعاصر في سوريا، هو الدكتور عز الدين شموط اللي غادرنا من ايام الى باريس. التشكيل الحقيقة اليوم العام الماضي وهي السنة نحن شهدنا افتتاح صالات جديدة، يعني بتفتح لأول مرة، بترخص لأول مرة الحقيقة، وهذا فعل يعني بتندهشي أمام أنه كل التشكيليين وحتى الصالات القديمة بيقولوا لك أنه الحركة بحدود الدنيا أو خفيفة، ولكن أن تشهد هذا الإقبال حقيقة هو نوع من أنواع التحدي ويحترم. إذا انتقلنا من التشكيل إلى مثلا الاحتفاليات، أو خلينا نقول إلى الجوائز، يعني إلى الجوائز مثلا هذا العام أعتقد يمكن لا يوجد مثقف إلا واحتفى أو فرح بتكريم وبتقليد سيدة الثقافة، يعني الحقيقة الدكتورة نجاح عطار بوسام الاستحقاق. أيضا كان هناك جائزة الدولة التقديرية ل يعني فرحان بلبل عن المسرح، الدكتور محمد غنوم عن التشكيل، ودكتور فايز داي عن النقد الحقيقة. ومن يومين باركنا أيضا لأصدقائنا بالجائزة التقديرية، الطبيبة مرام النسر عن الشعر، والمايسترو أندري معلولي طبعا عن الموسيقى والفنون. بالتالي يعني هذا الحراك اللي هو موجود لا يقتصر على فقط دمشق، لا، ولكن هو موجود في اللاذقية، موجود في طرطوس، وموجود في حمص، موجود في حما، موجود في حلب الحقيقة. وما زالت مثل ما قلت لك المنابر الثقافية يعني تحاول أن تفتح أبوابها بالقدر المتاح وبالقدر الممكن. مثل ما قلنا وزارة الثقافة عندها يعني مديريات وهيئات كبيرة، منها مديرية المسارح والموسيقى، منها الهيئة العامة السورية للكتاب، ومديرية المراكز طبعا الثقافية. يعني بتتخيل اليوم تقريبا على امتداد الجغرافيا السورية تقريبا نحن عندنا
475 مركز ثقافي. أنا ما عم أقول كلها فعالة، ولكن تخيلي عدد مهم جدا. اتحاد الكتاب أيضا بفروعه، بالمناسبة اتحاد الكتاب أيضا من الملحوظ بإدارته الجديدة أيضا يسعى باتجاه يعني تقديم ما هو نوعي. هي السنة كان في حدث مهم جدا، وهو يعني عقد اجتماع عام لاتحاد الكتاب العرب في سوريا، وحضروا 13 وفد عربي، قابلهم السيد الرئيس واحتفى بهم. كل أعضاء الوفود اللي قدموا مع المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب التقوا بالرئيس، ويعني حدثوه عن همومهم وعن التحديات وما إلى ذلك. فالحقيقة بتلاقي هناك مثلا على صعيد مثل ما تفضلتي المهرجانات، او خلينا نقول الحفلات الموسيقيه، دار الاوبرا يعني، او دار الهيئه العامه يعني لدار الاسد للثقافه والفنون، الحقيقه حافله بالانشطه. اليوم هي السنه اللي لقينا الاقبال الكبير مثلا على حفل هاني شاكر مثلا النجم الكبير، والحقيقه في فعاليات عم تصير بسوريا. ربما نقف عند مسألة النوعية والعدد، ولكن هناك يعني بالتأكيد أيضا يعني المشهد ما نخاوي ولا نخالي، نحاول أن نقول أننا ما زلنا هنا يعني ببساطة. هذا أنا حاولت على صعيد الكتب. اليوم هذه السنة مثلا كان من اللافت أن يصدر مثلا نجم الدراما العربي بسام كوسا روايته يعني أكثر بكثير. من اللافت أنه أيضا في عناوين كثيرة مهمة، كتب مهمة، المأزنة البيضاء رواية للصديق يعرب أيضا يعرب عيسى. أيضا هناك سكة ترامواي، شوفي على العنوان سكة ترامواي طريق الحداثة مرة بدمشق للمؤرخ سامي مبيض. أيضا هناك طبيبة واعدة، أنا يعني أستبشر كل الخير الحقيقة بكتاباتها، هي طبيبة نسائية تكتب عن الهم النسوي بشكل عميق جدا، هي الدكتورة ريم عرنوق، وقعت روايتها مؤخرا اللي هي مهجع نساء رقم 2. أيضا الكبير الأب الياس زحلاوي ينتج يعني أو يصدر مذكراته الثانية، الجزء الثاني من مذكراته إن كان لي ما أقوله. العزيزة والروائية المهمة الحقيقة والمميزة الأستاذة أنيسة عبود أيضا أصدرت روايتها ساحة مريم. الحقيقة يعني أنا بدي يعذروني الحقيقة، بس كمية من الكتب من الإصدارات اليوم مثلا على سبيل المثال أيضا رئيس اتحاد الكتاب العرب أصدر كتاب مهم جدا، هو استقلال سوريا ودور الكتلة الوطنية في هذا الاستقلال، ما لها وما عليها، هو موضوع جدل الحقيقة. ففي هناك مجموعة من الدراسات، مجموعة من الإصدارات سواء الأدبية أو التراجم، طبعا كمان هناك كتب مترجمة مهمة جدا. الوقت ربما يضيق عن ذكر يعني حتى ولو بعضها، ولكن المشهد الثقافي السوري كما قلت هو مشهد مرتبط أكيد بالتأكيد بكل يعني مناحي الحياة في سوريا، هو مشهد مأزوم، لكن ما يبشر بالخير أنه أغلب العاملين فيه يؤمنون ويسعون إلى عودته وإلى فعاليته وإلى تنشيطه. طيب حضرتك كنت عم تذكر عن المهرجانات وتكريم الفنانين. نعم. يعني اليوم بنشوف كثير في تكريم للفنانين سواء الراحلين منهم أو حتى الحاليين. اليوم قديش هذا الشيء مهم بوعي الجيل الجديد خليهم يحافظوا على تراثهم وثقافتهم أكثر؟ مسألة التكريم يعني هي مسألة مهمة، وإن كانت على مختلف المستويات. يعني التكريم حتى ولو كان على مستوى جمعية أهلية أو على مديرية أو إحدى المديريات في مؤسسة حكومية أو ما شابه أو منظمة ما، أعتقد أو جامعة أحيانا بيلتقوا كلية مثلا بأديب أو بقامة سورية ما. الحقيقة هذا أولا هو نوع من أنواع التواصل ما بين المتلقي وما بين المبدع. أيضا بالنسبة بعتقد بالنسبة للمبدع يعني هو مثل كلمة شكر بيعتبرها، وإن كان التكريم بسيط يعني حتى لو كان التكريم معنوي، ولكن هو بيعني كثير. يعني هايدي أنا معك أنه بيعني كثير للجيل، الجيل الشباب اليوم، هذا الجيل اللي مثل ما قلنا يعني اللي قضى أكثر من نصف عمره في بالحرب، وبالتالي ما استطاع أن يلتقي أو أن يتلقى بشكل يعني كافي من هي القامات. هذا التكريم من شأنه أن يلفت انتباه الجيل الحالي إلى هذه القامات والعودة لها والقراءة أو الاطلاع على منجزها.
لأنه الحقيقة أنا بلاحظ للأسف الشديد أنه هناك انقطاع بين الجيل الحالي وبين الرواد وبين القامات. السبب أنه هو مثل ما قلنا فترة الحرب اللي هي شكلت فترة قطيعة يعني، وبتعرفي أنت دائما يعني كل ما هو غير إعلام حكومي هو يسعى طبعا للتشويه ويسعى إلى طمس أساسا هويتك وطمس إرثك. نعم أستاذ ملهم، يعني دائما نحن بنحكي عن دور الثقافة والفن بمختلف أشكاله وأنواعه بتشكيل وعي معين لدى الجمهور، باعتبار أنه كل وسائل الترفيه أو أشكال الفن إن كانت دراما، مسرح، سينما، حتى الفن التشكيلي يساهم بشكل كبير برفع ثقافة الوعي وخلق زائقة معينة تتسم فيها أو يتسم فيها كل عصر بهذا المنتج الثقافي. لأي درجة ترى اليوم المنتج الثقافي الموجود بالساحة السورية قادر على القيام بهذا الدور؟ ما الحقيقة ما له الدور المأمول الحقيقة للأسف الشديد، ولكن هذا لا يعني أن نقول أنه لمن يقدم الثقافة أنه الله يعطيك العافية وأعود ببيتك، أكيد لا هي محاولات. شوفي أي فعل ثقافي هو مغامرة، أي كتاب اليوم، أي عرض مسرحي، أي عمل سينمائي، حتى برنامجنا هذا هو نوع من أنواع المغامرة، لأنك بكل بساطة ما بتعرفي نتيجته لدى المتلقي وبالتالي أو أثره. وبالتالي أنا مع كل عمل جاد، المهم أن يكون العمل جاد وبالتالي سيصل إلى التأثير حكما، يعني إذا لم يكن في الخطوة الأولى في الخطوة التالية. وفي شيء مجاني، يعني دائما كل شيء له هدف، كل شيء له رسالة. معك، ولكن أنت بحاجة لمقومات. يعني سلمى اليوم أنت الثقافة عزلاء، بمعنى الثقافة هي غير ريعية، إذا حولت الثقافة إلى منتج تجاري صارت يعني صار معناتها أنت ما عاد بدك تدوري على المعنى وعلى الهدف وما إلى ذلك. واليوم هذا ما في أكثر منه أساسا، هذا اللي يروج له أن يفقد المعنى من أي منتج سواء ثقافي أو فكري أو حتى تعليمي إذا بدك. وبالتالي هذا الفعل الثقافي اليوم هو فعل مقاوم. اليوم أنت لما بتكون موجودة الأمور اللوجستية والمتطلبات بالحد الأدنى، يمكن أن نطلب من المثقف سوية عالية من منتجه أو التأثير، ولكن وجوده كما قلت يعني وجود الفعل الثقافي هو مثل الشهيق والزفير، على الأقل أننا ما زلنا أحياء. طيب خلينا نحكي أكثر عن أهمية الأنشطة الثقافية بالمدارس. يعني من فترة مثل ما سمعنا طفلة شام بكور يلي فرحتنا ورفعت اسم بلدنا بالخارج، يعني أكيد هذا الشيء ما صار هيك إنه فجأة فورا، يعني أكيد مرت بأنشطة بمهرجانات بالعديد من المسابقات في المدارس. خلينا نحكي عن أهمية هذا الموضوع. تمام، يعني شكرا كثير على هذا السؤال وهي اللفتة، لأنه اليوم انت بالمشهد الثقافي كما اوردت يعني من الصعب هايدي انه ان تستقطبي مشاهد او متلقي يعني ليحضرك، سواء بالمسرح سواء بالسينما سواء يعني حتى بالمحاضرات او الندوات. طيب انا بالخطه او باستراتيجيتي الثقافيه ليش انا ما بستبدل؟ يعني ليش انا بنطر الجمهور العام انه تمام؟ ليش انا ما بتوجه الى جمهور هو موجود اصلا تماما مثل ما تفضلتي منهم من المدارس؟ يعني انا مثلا على سبيل المثال كان لي الشرف انه السنه الماضيه يمكن او اللي قبلها انا اقمت عدد من الفعاليات في سجن عدرا في نزلاء هن جاهزين، يعني قصدي ما بستني للمتلقي هو موجود. بنرجع ايضا الثقافه عليها ان تتوجه الى الجامعات، الى ايضا المدارس، والى يعني غرس هذه البذور الثقافيه عند الاطفال. بالتاكيد هذا يعني اعتقد انه ميدان الثقافه القادم 2023 هو هذا الحل، انه انت تقيمي هي الانشطه، تقيمي هي الفعاليات على هامش يعني المنهاج، على هامش البرنامج المدرسي في المدارس وفي الجامعات. بالتاكيد. شكرا كثير لك استاذ ملهم الصالح، الاعلامي والناشط في المجال الثقافي، بدنا نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. شكرا كثير استاذ ملهم، نرجع نقول لك مره ثانيه سنه جديده مليانه ان شاء الله يا رب بكثير من التفاؤل والانجازات بكل شيء. سنه جديده ان شاء الله عليكم، ونتمنى للثقافه الازدهار ان شاء الله وعوده سوريا معافاه. شكرا لك.